تعال أخي تعال إلى رياض تنتشي تراب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امبارح وصلني الجهاز ده، كنت عامل له اوردر من حوالي 10 ايام او من 10 ايام بالظبط. بس قبل ما افتح الجهاز خليني اقول لكم حاجتين مهمين. اولا حاجه عنه شخصيه، ان انا كنت من سنتين تقريبا مدير اداري لمركز طبي في كل التخصصات تقريبا، لكن كان في تركيز شديد على علاجات الجلد، يعني العلاجات الحديثه للجلد والمساج وعلامات الشيخوخه والسيلوليت، ازاله السيلوليت اللي هو تفتيت الدهون والتنحيف والامور دي كلها. وبرضه التخصصات دي هي كانت سبب ان انا سبت المكان ده، لكن المقصد هنا ان كان عندي خبره الى حد ما في الامور دي كمان من سنوات. يعني كان اصابني الم شديد في الكتف هنا، كان اي حركه بتسبب لي الم شديد، ولفيت على دكاتره كتير. طبعا في الغالب بنلجا لدكاتره العظام يعني، لكن للاسف ما كانش في نتيجه. لمده 5 سنوات كان الالم ده ملازمني تماما، يعني بقى عندي الم مستمر اثناء النوم، اثناء العمل، الاستيقاظ، دايما دراعي فيه الم هنا او في المنطقه دي، منطقه الكتف، لحد ما رحت للدكتور جزاه الله عنا خيرا، يعني دكتور علاج طبيعي. والحقيقه ما عملش حاجه، يعني ما فيش ادويه جابت نتيجه للاسف، غير انه كتب لي جلسات علاج بالالتراسونيك، وهو كان عنده الاجهزه دي، يعني حتى كانت اجهزه قديمه جدا ومتهالكه، لكن الحقيقه كانت النتيجه مذهله. والالم اللي استمر معايا 5 سنوات اختفى تماما الحمد لله. من وقت للتاني بتظهر لنا الام المفاصل او الاوتار الرابطه بين في المفاصل، ودي اصعب حاجه ممكن تعالج او تداوى او تشفى، يعني بتاخد وقت طويل جدا ومحتاج تريحها فترات طويله جدا، قد تستمر لشهور، وفي الغالب اغلبنا ما بيبقاش عنده القدره على انه يعمل ده. ما اقدرش اعمل دراع كده لمده شهرين ثلاثه، طبعا لان شغلك و يعني حياتك اليوميه بتمنعك من ده، فبيبقى علاج المناطق دي يعني شيء مستحيل. المفاصل هنا، حتى الصوابع مع السن. فجاب ذهني، يعني انا استخدمت العلاج ده على نفسي، وكنت مدير مركز طبي بيعمل ده، وكان ناجح جدا، يعني كان في نسبه نجاح عاليه جدا، والناس الحمد لله كانت بتشكر في الاجهزه دي. فقلت ليه ما يبقاش انا عندي جهاز في البيت بيعمل لي ده؟ يعني انا قبل كده من سنوات طويله جدا انا جبت جهاز لتنظيف الاسنان بالماء، ووتر جيت، ويعني جهاز كان سحر الحقيقه، ومش منتشر ابدا ومفيش حد يعرفه، ممكن ابقى اعمل لكم فيديو عنه ان شاء الله في مره يعني. ففي تقنيات كثيره للاسف غائبه عننا، وممكن تبقى مش غاليه قوي، يعني اللي بيروح للمراكز الطبيه زي اللي انا كنت فيها دي بيدفع مبالغ طائله، يعني الجلسه بتوصل 200 و300 و400 و500 جنيه كمان. وطبعا هو يعني نسبة الربح للمركز كبيرة، لكن كمان الأجهزة اللي كانت بتستخدم في المركز ده بتبقى غالية جدا، لكن في نماذج مصغرة تنفع تستخدم في الاستخدام الشخصي بدون ما تكون مرتفعة الثمن أوي. فبحثت لحد ما لقيت الجهاز ده الحمد لله، والحمد لله وصل، وإن شاء الله هيبقى في فيديو تاني بعد ما أجربه فترة يعني. لكن خليني اقول لكم ان الالتراسونيك مش بس علاج المفاصل والكلام ده، هو له فوائد اخرى كثيره جدا، يعني اكثر مما تعد في الفيديو ده، خلينا نتكلم عنها واحنا بنفتح الباكج. اولا الملاحظ ان الباكج وصلت في وقت قياسي، يعني 10 ايام بس. حصل موقف ظريف ان قبل الباكج ما توصلني بيوم لقيت الباب بيخبط، فتحت الباب
فلقيت الراجل جايب لي كرتونات كده، ففرحت قلت بس يعني اللي انا جايبه يعني صحيح انا شايف صوره بس على النت، بس يعني مش متخيل انها تبقى بالضخامه دي، بس فرحت خلاص قمت واخد الكرتونه وحطيتها على الارض. فقال لو سمحت البطاقه او الاقامه يعني، فجبت له الاقامه فقعد يقول لي ناجي ناجي، انا مش فاهم ايه ناجي مين ناجي. فطلع ان اسم الباكج باسم ناجي وانا مش ناجي طبعا. قلت له لا مش ناجي، رجعت له الباكج بس كنت محرج جدا، لان يعني ممكن جاي في ذهني ممكن يتخيل ان انا كنت بحاول اسرق الباكج يعني. فافهمه ازاي ان ده انا مستني باكج بس يعني، هو سوء تفاهم. لحد ما الحمد لله تاني يوم مباشره الباكج جت في وقت قياسي جدا، فبقى بيسلمني وابتسامته من الاذن للاذن يعني، اللي هو انا فهمت الموقف اللي حصل امبارح كان سببه ايه يعني. الالتراسونكس زي ما قلت لكم ليها فوائد كثيره جدا. فمفيش حاجه اسمها جهاز بيعالج المفاصل او بيعالج الام المفاصل او الكلام ده تحديدا، هو بالالتراسونكس. طب الالتراسونكس بتستخدم في ايه؟ بتستخدم في حاجات كتيره جدا، منها علاج حب الشباب. خلينا نفتح الجهاز الاول، ده المانوال. هو ال الجهاز نفسه مكتوب عليه 6 in 1 body slimming machine، يعني هو جهاز للتنحيف 6 في 1. هو مسمى ان هو جهاز للتنحيف، لكن دي بالنسبه لي اضافات زائده يعني على اللي انا محتاجه، لكن كله يبقى مفيد ان شاء الله. ده سيلفر جلاف جوانتي فضي، زي ما انتم شايفين كده، لاحظوا ان في كراسين هنا مش عارف باينه ولا لا في الكاميرا. الكراسين دي بتتوصل بسلوك للجهاز عشان المناطق اللي محتاجين نعمل عليها التراسونيك بتردد ضعيف جدا يعني، خصوصا اصحاب البشره الحساسه. فبنوصل الجهاز بالسلك ونلبس الجوانتي ونحط ايدنا على المكان، او ممكن يكون الايد نفسها هي اللي فيها المشكله ومحتاجه علاج، فنلبس الجوانتي ونوصل عليه السلك ونستخدم الجهاز. الحاجه الثانيه اللي جايه معاها النظارات دي اسمها جوجل، دي عشان لو هنستخدم الجهاز في علاج ما حول العين، سواء شد الجلد حوالين العين او الهالات السوداء او ما الى ذلك يعني، فيفضل ان العين تبقى مطاطيه، لان الجهاز بيعالج بالالتراسونكس وكمان بالار اف لايتس يعني بالاضاءه، في الاضاءه الزرقاء والاضاءه الحمراء. ده الادابتر او مش شاحن، ده ادابتر. دي البات، في دي مع اربع بات اللي هي برضه بتبقى فيها كباسين من هنا، كل كيس فيه اتنين بات. طبعا ده اللي هو بيتلزق على الجسم حسب المكان اللي هنحط عليه. دول الاثنين التانيين، ودي الوصله اللي بين الجلاف او الجوانتي والجهاز. الجهاز نفسه بقى طبعا دي العلب، وده الجهاز. الجهاز ده فيه منه موديلات كثيره يعني، لكن الموديل ده هو المفروض اللي هو الاقوى، لان في مودز كثيره. هتلاحظوا ان في 5 زراير، في موديل تاني في 3 زراير بس، ده الاعلى والاغلى شويه. زي ما انتم شايفين الجهاز حجمه مناسب جدا، ينفع يستخدم على الوجه او على الكتف او على حتى لازاله الدهون. خلينا نتكلم عن مميزات الجهاز ده او مميزات العلاج بالالتراسونكس بشكل عام. وكل ده مذكور في الجهاز ده كمان، لكن انا اتكلم عن الالتراسونيك بشكل عام، لان الناس كتير ما تعرفش يعني ايه الالتراسونيك اصلا. هي الالتراسونيك هي موجات صوتيه متناهيه الصوت. طب ايه تطبيقات الالتراسونيك؟ الالتراسونيك بتستخدم في كل المجالات تقريبا، صناعيه او طبيه او غيرها، لكن خلينا نتكلم عن الفوائد الطبيه للموجات الصوتيه او الالتراسونيك.
هي مفيدة في إزالة حب الشباب، إزالة التجاعيد، وإزالة بعض الندوب. يعني بالنسبة للجهاز ده، في طبعا الأجهزة الأقوى ممكن تشيل الندبات الغائرة يعني. كمان الألتراسونيك بتساهم في تجديد الخلايا أو الإسراع من تجديد الخلايا، سرعة تدفق الدماء، يعني ضخ الدماء إلى الخلايا خصوصا في الأماكن الدم بيوصل فيها بصعوبة، بيساهم في منع أكسدة الدماء أو تقليل من أكسدة الدماء، طبعا إذابة الدهون، أو في حاجة اسمها كافيتيشن. كافيتيشن يعني إيه كافيتيشن؟ خليني أقول لكم بإكسبريشن أو تعبيرات بسيطة. الكافيتيشن هي ببساطة دخول فقاعات غازية بين الخلايا الدهنية وتفجيرها. حتى التقنية دي بتستخدم دلوقتي في علاج السرطان أو القضاء على الخلايا السرطانية باستخدام الليزر. كمان من المميزات المهمة جدا للألتراسونيك، ومن الأمور اللي أثبت فيها جدارة شديدة، الأنتي سيلوليت. السيلوليت ده في الغالب الستات اللي هتبقى عارفة الإكسبريشن ده، وهو سوء تنظيم الخلايا الدهنية تحت الجلد، فالجلد يظهر كأنه مجعد أو فيه مناطق غائرة، وخصوصا في الأماكن اللي بيبقى فيها تكتل الدهون في الجناب أو الأرداف أو الذراعين. يعني الموضوع ده بيبقى كتير عند السيدات أكتر بكتير من الرجال، لكن موجود كمان عند الرجال. فبرضو الألتراسونيكس بتساهم على إنها تدمر الخلايا الدهنية دي أو تقضي عليها وتحول الجلد تاني إلى طبيعته المرساة. الجهاز ده فيه نوعين من الإضاءة، نوع أزرق ونوع أحمر، ده بجانب الألتراسونيكس، يعني بيبقى عامل مساعد. لما نشغل الجهاز هتشوفوه إن شاء الله. الضوء الأزرق طول الموجي قصير أقصر من الأحمر، بيساعد على إزالة حب الشباب وشد البشرة، يعني العلاجات الخفيفة. الأحمر درجة أعلى شوية، بيبقى أقوى شوية من الأزرق، وبيساعد على إزالة التجاعيد والندوب وإزالة السوليد كمان أو الدهون يعني أو التنحيف، وكمان بيساعد على زيادة مرونة الجلد وتنشيط الدورة الدموية. والحقيقة تنشيط الدورة الدموية ده هو السر في علاج المخاصر، لأن مشكلة الأوتار الواصلة بين العظام أو في المفاصل إن الدم بيوصلها بصعوبة بتبقى، فتنشيط الدورة الدموية بيساعد على سرعة علاج هذه الأماكن. خلينا نشغل الجهاز كده ونجرب. هنوصل الكهرباء كده، ده زرار التشغيل، بقى لونه أحمر. البرامج اللي على الجناب دي عشان لما نوصل الجهاز بالجلوبس اللي هو الجوانتي أو البات. الزراير اللي في الوش دي، ده تشغيل الألتراسونيك، وبعدين اللي تحته ده الليد، ده عشان نحدد الضوء اللي هنستخدمه، الأحمر القوي ولا الأزرق. ده الأحمر وده الأزرق، وكمان في كل لون في درجات. يعني مثلا لو اخترنا الأحمر، بنضغط على الزرار الأولاني فوق خالص، وبعدين هنبقى قادرين نتحكم في الدرجات اللي هما 3 درجات هنا، ميديوم وهاي لو. كده احنا على اللو، أقل درجة، الميديوم، الهاي. خلينا نجرب نوصل البادز. طبعا بنقفل الجهاز خالص، ونبقى متأكدين ان المؤشر اللي على الشمال ده صفر، وبعد كده هنحدد المود اللي هنشتغل. بنوصل الباد في الجنب هنا زي السماعات، بعدين الكباسيه دي، والتاني، وبعدين نحدد المود اللي هنشتغل عليه.
يعني في خمس أنظمة. النظام الأولاني التنحيف، الثاني الإبر الصناعية اللي بياخذ الإبر، الثالث المساج، الرابع التدليك، الخامس يعني درجة أقل من المساج. تختار أي مود فيهم حسب إحنا عايزين نستخدمه في إيه. يعني مثلا لو عايز استخدمه على كتفي ممكن رقم ثلاثة اللي هو التدليك، أو حسب درجة الألم أو حساسية الجلد كمان. وبعدين بننزل البلاستيك اللي عليه ده وننزل على الكتف أو المنطقة المصابة، بعدين نشغل، وبعدين نحدد من الجنب الشمال احنا شغالين بإيه، جلافز ولا إيه ماس، ومن الجنب الشمال هنحدد احنا هنستخدم الجلافز ولا الاي ام اس العادي. فهنقول اي ام اس، وفي ثلاث درجات للقوه برضه، 1 2 3، ومع الجلافز في درجتين، فهنخليها اقوى حاجه بالنسبه لي يعني. ودي بتبقى محطوطه هنا، والكورس بيبقى من حوالي من 3 ل 6 دقائق. نفس المساله في الجلافز، الجوانت بيتلبس كده، هو مصنوع من مادة بتنقل الالتراسونيكس، وهنا بيتوصل بدل البيض هنوصل ب كده. ودايما نستخدم الاثنين مع بعض، ما نستخدمش واحدة. ممكن يكون الألم في المفصل الجديد نفسها فنلبس الجوانت خلاص كأننا لابسينه، أو لو في مكان مثلا على الركبة بنحوط المكان المصاب بالايد لو احنا عايزين درجه اقل من البادز او من الاحتكاك المباشر مع الجهاز. في حاله استخدام البادز او الجلافز ما نحطش ده على الجسم، ما نحطش ده على الجلد يعني، لان احنا هيبقى شغلنا هنا. طبعا الجهاز ده واخد ريفيوز ممتازه جدا في امازون وفي مواقع التسوق الالكتروني، لكن انا مش هقدر احكم عليه برضو الا لما اجربه فتره مناسبه وبعد كده اقول لكم النتيجه. دي طبعا الجوجلز، عشان يبقى اجرب كل حاجه طبعا، هو بيحمل عيني مش شايف اي حاجه الحمد لله. ده لو هنستخدم الجهاز في المناطق اللي حوالين العين، الهالات السوداء وحب الشباب او لشد الجلد كمان. طبعا ده في الغالب شغل ستات يعني، لكن هو صادف ان الجهاز فيه الامكانيات دي فكان لازم اعرفكم بيه. زي ما قلت لكم الجهاز واخد اراء ممتازه جدا وتقييمات جيده جدا في مواقع التسوق الالكتروني خصوصا امازون. هجربه ان شاء الله، هعمل فيديو تاني اقول لكم النتيجه بعد فتره مناسبه من التجريب. لو عايزين تصبروا على الفيديو زي ما انتم عايزين، اللي عايز يشتري كمان الجهاز هسيب اللينك تحت في الديسكربشن. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لو سمحتم، ولا تنسونا من الدعاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.